حضرت هيئة الرقابة الإعلامية التركية موقعي محطتي صوت أمريكا الأمريكية ودوتشي فيليل الألمانية بحجة عدم تقدمهما بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة، ما أثار انتقادات لهذا القرار. وقالت متحدثة باسم صوت أمريكا إن أي جهود حكومية تركية لإسكات وسائل الإعلام هي انتهاك لحرية الصحافة، مشيرة إلى أن إذاعة صوت أمريكا ستبذل قصارى جهدها لضمان احتفاظ جمهورها التركي بإمكانية الوصول إلى إنترنت مجاني ومفتوح. فلماذا تحاول تركيا إسكات شبكات الإعلام الغربية؟ وماذا بقدرة هذه الشبكات تقديمه للمواطن التركي بعد حجبها من قبل السلطات؟ المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، وهو الجهة المسؤولة عن مراقبة الإعلام، يحجب محطة صوت أمريكا التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، في خطوة انسحبت أيضاً على محطة دويتشي فيلي الألمانية. والسبب وفق هيئة الرقابة الإعلامية التركية هو عدم تقدمهما بطلب للحصول على تراخيص البث، خطوة أثارت انتقادات واسعة. نقابة الصحفيين وصفت قرار الحظر بأنه تضييق على الإعلام وتكريس للرقابة، واعتبرها عضو مجلس الإعلام المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض إلهان تاجاجي ضربة لحرية الصحافة والديمقراطية المتقدمة. بينما أعلنت المحطة الألمانية بأنها تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد عملية الحجب، تقييد إمكانية الوصول إلى الخدمتين التركيتين لمحطتي صوت أمريكا ودويتشي فيلي صدر من محكمة في أنقرة، تماشياً مع قرار سابق صادر في فبراير الماضي يطالب وسائل الإعلام الدولية التي تبث محتوى تلفزيونياً باللغة التركية عبر الإنترنت بتقديم طلب للحصول على تراخيص البث. ويرى كثيرون أن أغلب وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا مقربة من الحزب الحاكم، وتعد تركيا من البلدان ذات معدلات احتجاز مرتفعة للصحفيين، وتواجه انتقادات غربية في مجال حقوق الإنسان. لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن الإجراءات التي تتخذها ضرورية بسبب خطورة التهديدات التي تواجهها البلاد. هذا ودانت الرئيسة التنفيذية بالإنابة للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي قرار تركيا بحظر أكثر من 30 موقعا إخباريا عالميا، بما فيها الموقع التركي لإذاعة Voice of America التابعة للوكالة. ورأت الوكالة أن هذا الحجب يمهد الطريق نحو إرساء رقابة على خدمة الإنترنت في تركيا، لافتة إلى أن الجمهور التركي يستحق الوصول إلى الأخبار التي تستعرضها المؤسسات الإعلامية الدولية بحرية. وأكدت الوكالة في بيان أن ما وصفته بالاعتداء على حرية الإعلام لن يمنع الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي في دعم تدفق المعلومات بحرية إلى تركيا وجميع أنحاء العالم. بدورها عبرت القائمة بأعمال إدارة Voice of America يولاندا لوبيز عن معارضتها للقرار التركي، مؤكدة أن الإذاعة ستضاعف جهودها لإيصال أخبار دقيقة وموضوعية لجمهورها الناطق بالتركية. للمزيد معنا عبر خدمة سكايب من واشنطن عائشة تنظيم، مديرة قسم جنوب آسيا الوسطى في إذاعة صوت أمريكا. سيدة عائشة أهلا بك معنا. الحجة التركية تقول بأن هناك عدم حصول على تراخيص للعمل ولذلك تم إيقاف عمل صوت أمريكا في تركيا، ما هي الرواية من عندكم؟ هذا الترخيص الذي طلبته منا الحكومة التركية كان للمحتوى على الإنترنت، ولا أحد حول العالم سواء فويس أمريكا أو غيره صوت أمريكا لديه تراخيص للمحتوى على الإنترنت. نحن نعمل في أكثر من 48 لغة في عشرات الدول حول العالم. تركيا فريدة في طلبها، مراسلين بلا حدود أيضا سموا هذا هجوم على الصحافة وأنه رقابة.
لأن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا سيسيطر على المحتوى. لا يوجد أي منظمة ذات مصداقية ستقبل ذلك من أي حكومة حول العالم، ليس فقط من تركيا، ولا نفعل ذلك في أي مكان حول العالم. طيب، ذكرت بأن كان هناك تقرير أو مادة إعلامية تم نشرها، هل هذا هو السبب الذي يعني ادعت تركيا بأن السبب الحقيقي هو الحصول على ترخيص، ولكن هناك مادة تم نشرها اعترضت عليها السلطات التركية؟ لا أظن أن هناك محتوى محدد السلطات التركية تتحدث عنه. هم يريدون السيطرة على كل المحتوى، والترخيص يعطي السلطات التركية الحق في حجب موقعنا أو وقف التراخيص إذا لم يعجبهم أي قصة من القصص. صوت أمريكا تفتخر بالموضوعية والحياد وأخذ وتمثيل كل وجهات النظر في أي قصة نتناولها، فبالتالي سيكون دائما هناك قصص حول العالم ربما تنتقد بعض عناصر من السياسة الحكومية، ولكن دائما نتواصل مع هذه الحكومة للتعليق والحصول على وجهة نظرها، وبالتالي يمكن أن نوافق على أي شيء يعطي سيطرة على المحتوى. طيب، صوت أمريكا يعمل منذ فترة بعيدة في تركيا وناطق باللغة التركية، لماذا الآن؟ ما هي دلالة الحجب الذي قامت به السلطات التركية الآن برأيك؟ لا أعلم، هذا أمر عليك أن تسأل السلطات التركية حوله، ولكن موقف أو وضع تركيا في موضوع مؤشر حرية الإعلام يسقط، و في آخر عدة سنوات رأينا تركيا موقعها 149 الآن في أسفل مؤشر حرية الصحافة، وتصنيفها في مؤشر حرية الصحافة العالمي أدير بشكل كبير، ولا أعلم لماذا صدر هذا الأمر في هذا التوقيت، ولكن حرية الصحافة وحرية التعبير كانت مشكلة في تركيا، ومجموعات المراقبة الإعلامية حول العالم مثل مراسلين بلا حدود وغيرها، وبالتالي صوت أمريكا ليست المنظمة الوحيدة التي تم استهدافها، هناك منظمات أخرى، دويتشه فيله مثلا. هذه محاولة لحجب الحرية ولفرض الرقابة، وصوت أمريكا لا يمكنها أن تقبل بذلك. ما قالته المتحدثة باسم صوت أمريكا بأن هذه الجهود الحكومية ستقابل بجهود من قبل صوت أمريكا الناطق بالتركية، والذي سيبذل قصارى جهد لإيصال هذه الأخبار إلى المتلقي التركي. بأقل من دقيقة لو سمحتي، ما الذي ستقومون بفعله الآن؟ صوت أمريكا لديها تاريخ طويل للعمل في دول تحاول أن تحجب الحرية والإعلام. تركيا ليست الدولة الوحيدة، وهناك وسائل التفافية، ونشجع الناس على استخدام VPN مثلا ووسائل التفافية للوصول إلى الموقع، ليس فقط للوصول إلى محتوى صوت أمريكا، ولكن كل المحتوى الإعلامي الهادف، وسنجد طرق. هناك طرق بالفعل وجدناها، وكما قلت لدينا ممارسة طويلة وتاريخ طويل في العمل في دول تحاول حجب المحتوى. تركيا ليست الدولة الوحيدة. شكرا جزيلا على هذه المشاركة عبر سكايب من واشنطن، عائشة تنزيم، مديرة قسم جنوب آسيا الوسطى في إذاعة صوت أمريكا. أتابع النقاش في هذه القضية مشاهدينا مع ضيفي من واشنطن، ميرفي طاهر أوغلو، مديرة برنامج تركيا في منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومعنا أيضا من اسطنبول دكتور بكير أتجان، مدير معهد اسطنبول للفكر. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. سيد بكير أتجان، أريد أن أبدأ معك، لماذا يتم حجب مثل هذه المؤسسات
الإعلامية والتي لها يعني فترة طويلة تعمل في تركيا. مساء الخير، تحية لكم جميعا. أولا فعلا أنا عندما سمعت الخبر دهشت. لماذا دهشت؟ أقول بصراحة لأن أعرف إن كانت صوت أمريكا أو حتى دوشي فيلا بشكل عادي جدا نسمع جميع القنوات التركية تأخذ مراسلين من هذه القنوات في بعض الأخبار، وليست الآن فقط، منذ فترة طويلة. ثانيا والتي أهم، إذا كانت فعلا كما يدعى بأنها لا توجد لها رخصة، كيف إذا كانت تعمل إلى الآن؟ ثالثا والتي أهم، يقولون بأنها هي تبث عبر الإنترنت، فإذا ليست القناة الوحيدة التي تبث عبر الإنترنت، هناك مئات القنوات التي تبث عبر الإنترنت. ثالثا والتي أيضا أو رابعا، نقطة هامة جدا، إن كانت صوت أمريكا أو حتى دوشي فيلا لهم مراسلين ومكاتب في إسطنبول وفي تركيا، إذن هم يعملون وفق الشروط التي لكل القنوات. إذن هنا نقطة غير مفهومة إلى الآن، أو أنا شخصيا لم أفهمها. طيب، هل هي فعلا الحجة كما أشرتم قبل قليل بأنها تبث بدون إذن، أو شيء آخر لن يعلم بعد عنها؟ نقطة أيضا لابد ذكرها، إذا كانت هذا الطلب يعني تسجيل الرخصة، فعليهم أن يطلبوها من زي الدول الأخرى. هل الولايات المتحدة تطلب؟ هل ألمانيا تطلب؟ هل فرنسا تطلب؟ يعني الدول العالم إذا كانت هناك شبيه في هذه القرارات، فطبيعي تركيا لابد أن تطلب. ولكن إذا كان لا توجد هذا القرار الشبيه في أي دولة، يعني هناك حرية تامة في الإعلام والتعبير والرأي، فإذا على تركيا أيضا أن تحترم هذا الرأي بالمقابل إذا كانت طيب دكتور كما هي في كل دول واضح. العالم. طيب، ما في طاهر أوغلو أيضا ضيفتي من واشنطن، نتحدث عن هذه القضية. تفضل. هل حصل شيء بحسب اطلاعك على مجريات هذه القضية وهذا القرار التركي؟ هل هناك مادة معينة تم بثها عبر صوت أمريكا على سبيل المثال، وبالتالي تتحجج السلطات في تركيا بأن ليس لها تصريح وقامت بحجب هذا الموقع؟ أهلا بخير، شكرا على استضافتي. لا أظن أنه الأمر يتعلق بمحتوى محدد، وكما ذكرت المتحدث السابقة لا أظن أن الأمر يتعلق بالترخيص. ما نراه هو محاولة متزايدة من قبل الحكومة التركية للإبقاء على الإعلام المستقل الخارجي والأجنبي تحت سيطرة السلطات قبل الانتخابات الحاسمة العام القادم. هناك انتخابات العام القادم، والرئيس أردوغان على وجه التحديد وهناك استطلاعات الرأي تظهر أن الإعلام المستقل حول سياسات الحزب الحاكم سيضر فرصهم في إعادة الانتخاب بشكل أكبر العام القادم، وبالتالي هم يزيدون من جهودهم لزيادة الرقابة. فلا أظن أن الأمر يتعلق بمحتوى محدد، ولكن مثل معظم الإعلام المستقل في تركيا وهو تحت ضغط كبير، دويتش فيلا وصوت أمريكا وهذه المنظمات كانت تنشر محتوى غير أو محتوى مستقل وقصص تظهر مدى سوء الأزمة الاقتصادية مثلا والفساد الموجود في تركيا، ومع تعمق الأزمة الاقتصادية ودور الحكومة في هذا الصدر. إذن مواقف انتقادية أغضبت الحكومة في رأيي. دكتور أتجان، هل يبدو لك تبدو لك هذه النقاط التي ذكرتها ضيفتي مقنعة بحيث تدعو السلطات إلى حجب هذه المواقع الإعلامية، خصوصا أن هناك يعني مثل هذه المواقع هي مواقع تتحدث
بحرية، سقف الحرية لديها عالي، وبالتالي تستطيع التحدث عن انتقادات، عن أزمات اقتصادية داخل البلاد، عن ردود فعل من المواطنين، وبالتالي قد يكون هذا الأمر بالفعل أغضب السلطات التركية، خصوصا وأنكم في تركيا مقبلون على انتخابات حاسمة. لا أظن ذلك. لماذا؟ أعطيكم مثالا، هناك قنوات عديدة في داخل تركيا تبث ولها آراء تختلف، ربما يعني تنتقد الحكومة أكثر من صوت أمريكا وأكثر من دوشا فيلا ومتواجدين في تركيا، وهناك مئات القنوات وليس قناة واحد، يعني أستطيع أن أعطيكم أمثلة كثيرة. ثالثا، الضيفة العزيزة قالت قبل قليل ربما ينتقدون الفساد والوضع الاقتصادي، هذا الفساد والاقتصاد يعني الوضع الاقتصادي متدهور في العالم، في العالم كله، فهذا الانتقاد تكون من مصلحة حزب الحاكم. لماذا من مصلحته؟ لأن هناك تشابه في العالم، لا تكون يعني لا تحتاج إلى قمع ولا حتى منع هذه الأخبار، بالعكس تكون لمصلحتها، تصب في مصلحتها. ثالثا، نقطة هامة جدا، أنا أرى بأن هذا الحجب يؤثر سلبا على شعبية الحزب الحاكم ولا تؤثر على عكسها. لماذا؟ لأن كلما تحجب كلما تخسر، كلما تكون حرية في الإعلام خاصة حرية الرأي والتعبير تعطي لك حرية التفكير بشكل جيد وأفضل بكثير، لأنك تستطيع أن تقارن المعلومات كلها مع بعضها البعض وتستطيع أن تجد الصحيح أو التي هي فعلا تخدمك بما تتناسب مع أفكارك. نعم. ثالثا، نقطة هامة، يعني كما أشرت هناك تلفزيونات عديدة تبث من داخل تركيا ومن داخل اسطنبول، نعم، عن وجود خط للمعارضة داخل بشكل كبير تركيا، ولكن ليس من حظ الحكومة أن تغلق أو تحجب، نعم، هذه المحطة، تستطيع أن تنتقد الحكومة. تفضل. ميرفي، هل هناك أي آلية للتواصل؟ يعني هناك مواقف اتخذت من قبل صوت أمريكا مثلا حيال ما يجري، هناك انتقادات للسلطات التركية، هل تعتقدين بأن هذه المواقف مستعجلة؟ ألا يجب بالبداية الحديث إلى السلطات التركية والاستفهام منهم لماذا قاموا بحجب هذه المواقع؟ وإذا كان الأمر متعلق بالتسجيل فتقوم هذه المواقع بتسجيل وجودها في تركيا، ما المانع من ذلك؟ أعتقد بأن هناك سوء تفاهم، لذلك لم... هذا السؤال هذا السؤال لميرفي، تفضل ميرفي. نعم، عفوا، ولكن كل هذه المنظمات تواجه تهديدات بالتعليق أو الحجب أو وقف برامجها من قبل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون الذي هو ينظم عمليات البث طوال الوقت، أنهم يعملون تحت هذا النظام الشديد والصارم الذي يهدد بعقاب للانخراط في هذا النوع من التغطية السياسية. إذن هذه الوكالة الآن من خلال طلب صوت أمريكا ودويتش فيلا أن يحصلون على تراخيص هو أن تخضع هذه المنظمات لنفس النظام، وهذا هو السبب دويتش فيلا وصوت أمريكا رفضتا الامتثال لهذا الأمر والحصول على ترخيص، لأنهم يقولوا أنه هذا الترخيص سيسمح لهذا المجلس أن يتعامل معنا بنفس الطريقة التي يتعامل به مع الإعلام التركي المستقل، ولا يريدون أن يخضعوا لمثل هذه الرقابة، لهذا السبب هم رفضوا التقدم بالحصول على الترخيص. شكرا جزيلا على هذه المشاركة لضيفي من واشنطن، ميرفي طاهر أوغلو مديرة برنامج تركيا في منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وأشكر أيضا ضيفي من اسطنبول الدكتور بكين أتجان مدير معهد اسطنبول للفكر.